مهم جدا. النادي الاهلي بيستعد بشكل قوي في معسكر من امبارح. الكابتن حسام البدري استعان بالمجموعه المقيده كلها في الخبرات، حتى اللعيبه اللي كانت واخده اجازات موجوده. التشكيل هتلاقوا كلام كتير، مين هيلعب مين هيدخل، اللي يلعب يلعب، المهم الاهلي يكسب، هو ده شعارنا طول الوقت. الكابتن حسام البدري والجهاز الفني المحترم اللي معاه، المعاون الكابتن احمد ايوب، كابتن طارق سليمان، الكابتن ابو العيله، انيس الشعلاني، كابتن سيد عبد الحفيظ، كل الناس اكيد عارفين النادي الاهلي لما بيدخل بطوله حتى لو ما بيلعب مباراه وديه مطالب طول الوقت بالفوز. اسمحوا لي في البدايه هتكلم عن موضوع مهم جدا، واحنا ما ينفعش الامور تعدي كده، يعدي عليها يوم يعدي عليها اتنين بيبقى لينا وجهه نظر، وفي بعض الامور اللي ما ينفعش معاها الطبطبه، لان الناس بتفكر ان الطبطبه دي بتبقى اللي انت ضعيف او خوف. اسمحوا لي في البدايه هتكلم عن صحينا من النوم لقينا نظريه المؤامره اللي عايشين فيها طول الوقت، اللي النادي الاهلي بيتظبط له القرعه عشان يلعب المباراه النهائي. تخيلوا ان الاهلي العظيم الكبير النادي القرن في العالميه، وتكلم ثلاثه ولا خمسه كاسة عالم للانديه والتاريخ الكبير ده كله، ويجي يقول لك ان النادي الاهلي بتتظبط له القرعه عشان يلعب النهائي. ولما نيجي نتكلم على الموضوع ده هناقشه بشكل مختلف شويه، لان في ناس بتنصب نفسها ملك اكتر من الملوك طول الوقت، بيحاولوا يفرضوا رايهم على الجميع، وبيحاولوا يفكروا لما يكتب على صفحته حاجه ده ولا ده ولا ده فهو مؤثر، لكن الحقيقه التاريخ بيبقى كاتب كل حاجه. للاهلي اكبر من اي حد، والاهلي كبير، والاهلي فوق الجميع. مش الاهلي فوق الجميع عشان نتريق على حد، لكن الاهلي فوق الجميع ببطولاته بجماهيره، الاهلي فوق الجميع بانجازاته والثوابت اللي موجوده عنده. فمن هنا هتكلم، صحينا من النوم كان في قرعه النادي الاهلي يتظبط له عشان يقابل الفيصلي. طيب واللي انا عايز اقوله اللي كان في مناديب من الاربع فرق اللي وصلوا، والمناديب اللي موجوده محدش اعترض، هو محدش بيسأل نفسه المناديب محدش اعترض ليه. كان في من الترجي موجود النادي الكبير المحترم، وكان في من الفيصلي، وكان في من النادي الاهلي، وفي فرقه المغرب، الكلام ده كان كله موجود، فالناس قبلت بالوضع ده، محدش احتاج. اللي احتاج بقى عندنا احنا صحفيين على الفيسبوك، وكل واحد بيبان انتمائه، وكل واحد عايش في المؤامره الكونيه طول الوقت. فالرياضه بيبقى فيها روح رياضيه، حتى لما الاهلي بيمثل مصر، ولا هي شعارات بنقعد نرددها بس وخلاص ونضحك على الناس؟ فالاهلي فعلا بيمثل مصر، والاهلي هل بتاريخه ده هيستنى ان يتظبط له يقابل مين ولا ما يقابلش مين؟ ففي البعض بيكذب كذبه، والبعض بقى يرددها ويصدقها، وصفحات فرق منافسه، ويبتدي الكلام يطلع. طيب لو انا همشي ورا كلامك وهصدقك، هو انت فين؟ هو انت مش موجود ليه؟ هو انت كل ما الاهلي يقابل المنافسين بتشجع المنافسين؟ هو انت الاهلي يتعمل قرعه فانت ضدها بتتظبط له؟ هو انت الاهلي كل ما يجي حكم ده جاي بيساند الاهلي؟ ده وصلت كمان باللعبه، ده الاهلي ليه ضربه جزاء مش عارف وهميه. هو انت طول الوقت هتفضل عايش في ده؟ فنصحتنا عشان احنا عندنا روح رياضيه وما بنخلقش الاعذار، ولما بتروح مننا بطوله بنسكت ونشتغل ونتعب عشان نرجع ناخدها تاني. لكن ما بقعدش ابرر، وما بقعدش اتكلم كتير، وما بقعدش اخلق اعذار. فنصيحتنا كل واحد يرتب بيته، كل واحد يشوف هو اخفق في البطولات، اخفق في البطولات المحليه وبطولات عربيه وبطولات كتير جدا وبطولات افريقيه، يقعد يذاكر او يبص جنبه للنادي الاهلي، ازاي ده نجح، ازاي لما راح منه بطوله الدوري رجع خد سنتين ورا بعض، ازاي النهارده بالمجموعه اللي لعبت اقل والمدير الفني مش موجود، ومجموعه اولتراس اهلاوي اعلنت لا مش موجوده، اللي هي مهمه جدا في التشجيع في النادي الاهلي، وكل ده مش موجود، وبيوصل وبيقاوح وبيدخل، ورغم المجموعه اللي بتلعب هي لعبه اقل، خلينا نتكلم بصراحه.
لكن محسوب على النادي الاهلي، مش قادر اقول لك ده مش لاعب في النادي الاهلي. فبالتالي اقعد اتعلم ازاي لما بطوله تروح ولا 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 تتعادل مباراه ازاي تقوم بسرعه، مش تقعد تخلق اعذار وتعيش في المؤامره اللي انت عايش فيها ليل ونهار. واستغرب البعض لما الاقي صحفيين ويقعد يقول لك على مسؤوليتي، النادي الاهلي اتظبطت له الدنيا ومش عارف. يا راجل عيب انت وهو، يا راجل عيب. ما تخلوش الحقد والكره للنادي الاهلي يمشيكوا في طريق غلط، لان ان شاء الله النادي الاهلي عايز تقول يعني اللي بيبعد عن الترجي. طب هقول لحضرتك على حاجه، للاسف في ناس بتقعد تتكلم كتير وبتنسى التاريخ اللي هو التاريخ القريب. التاريخ القريب اللي النادي الاهلي مع نفس المدير الفني حسام البدري جاب البطولة افريقيا من الترجي هناك بواحده من افضل مباريات الاهلي على مدار التاريخ. مستحوذ، بيضغط، عمل كل حاجه في الكوره وما كسبش واحد ولا اتنين، يعني كان اداء ولا اروع. والاهلي كسب الترجي هناك، هيخاف من ايه؟ كمان لما نتكلم على المستوى الشخصي والواحد موجود، مباراه الترجي كان جيل اكثر من رائع، اكثر من رائع، وكان فيه نجوم غير طبيعيه، والكل كان خايف، والاهلي خسر، والاهلي بيروح يتعادل مع الترجي هناك وبيخرج الترجي وبياخد بطولة افريقيا من سان داونز. فالله يمسيه بالخير نجمنا ابو تريكه اللي يخاف يروح، واحنا ما بنخافش، احنا بنواجه وبنتحدى ونلعب. والمؤامرة دي مش بتاعتنا، نظرية المؤامرة اللي عايشين فيها طول الوقت دي، وبعض الانتماءات الغريبة جدا اللي بتبقى عادي. ولما قناة نادي تتكلم وقناة فئوية تتكلم يقول لك بيخلقوا تعصب وبيعترضوا. يا راجل انتوا بتوع التعصب، انتوا اللي نواياكوا وحشه طول الوقت، انتوا اللي بتزايدوا، واللي بتزايدوا كمان مش بتزايدوا، بتزايدوا عشان مصالح، وبتزايدوا على نادي كبير بحجم النادي الاهلي، والله دي الحقيقه. فمن هنا هنعمل نفسنا مش شايفين، لان بنشتغل في جهاز فني بيشتغل، وفي جهاز فني يحط تشكيل محترم، وفي جهاز فني بيشتغل الفريق يبقى في النهائي البطولة العربية. أنا عارف بسبق أهو من بدري لما الأهلي ياخد البطولة العربية دي بطولة ودية وبطولة مش عارف، عارفين ليه؟ عشان الهدف طول الوقت، وده اللي أنا بقوله، والبعض بيقع في الخطأ، بتستنى التعادل عشان تهاجم في ناديك، بتستنى تخسر البطولة، ولما تكسبها هتقول عليها بطولة ودية وضعيفة، ولو خسرتها راح منك مبلغ قد كده، والمدير الفني كان لازم يهتم. فاكرين لما النادي الأهلي خسر احد الاعلاميين اللي مش هتكلم طلع علينا والمداخلات كالعاده، هو حسام البدري فين؟ مش موجود. ازاي النادي الاهلي والمجلس الاداره يقبل البدري ما بقاش موجود؟ هو ليه اللعيبه واخده اجازات ومسافرين ليه؟ هو كابتن حسام البدري مش بياخد مرتب وماضي عقد بياخد عليه مرتب فلازم يبقى موجود عشان الاهلي خسر مباراه؟ لكن لما الاهلي يوصل الادوار اللي بعد كده، يا عم دي بطوله ضعيفه ولا بطوله وديه ولسه بنجرب من اول وجديد. فالمنطق ده ما بيمشيش معانا، احنا كان هدفنا وبنقول للناس طول الوقت ان دي بطوله وديه، وقلنا كده من البدايه. قلنا جماهير مش موجوده، مدير فني مش موجود، لعيبه مهمه عندها خبرات مش موجود، عشان نتعامل بصراحه مع حضراتكم. لكن عشنا في البطوله. والمباراة الأخيرة عبرت عن فانيلة وروح النادي الأهلي بجماهيره، بمجلس إدارته، بالجهاز الفني المحترم. شفنا حاجات اتعلمناها طول حياتنا جوه النادي الأهلي، وأخدناها من اللي قبلنا، واللي قبلنا أخدها من اللي قبله، واللي بعدنا أخدها مننا. كل ده شفناه في مباراة واحدة، المباراة اللي فاتت. بتبقى خسران، شخصية الأهلي موجودة، بتعبر عن الفانيلا اللي انت لابسها، بتقاتل جوه الملعب، كور مشتركه، مستحوذ، بتضيع فرص، لعيب جاي لسه، وليد ازارو لسه جاي، كوره بتتشاط بره بيجري يجيبها ويحطها كانه من ابناء النادي الاهلي. عمرو بركات بيخطا خطا كان ممكن الاهلي يخطا، بيجيب هدف ويجري للجماهير كانه بقاله 20 سنه في الاهلي. صالح جمعه متزن، هدوء، بيجيب الهدف، يجري على الجماهير في وقت،
صحونا اتكلموا وشجعوا وقول العب يا اهلي اهو. اللي انا بقوله ايه؟ ما بجيبش حاجه من عندي، انا دايما بقول لكم صوت وصوره، ودايما بقول لحضراتكم احنا معاكم، احنا صوتكم، اللي بتزعلوا منه هنتكلم فيه، واللي بيفرحكم هنتكلم فيه، لكن بنقعد نصحح مع بعض ونضغط مع بعض لما ندل الطريق، لكن النوايا السيئة والأشخاص السيئين دايما عايزين يقدموا لنا النصايح وهم سيئين، فنسمعهم ازاي؟ وفي أشخاص مصالحها مع ناس، أسمعك ازاي؟ وكمان عشان ما اخرجش من الموضوع، كل نادي محترم وصل من الأربع أندية المناديب كانت موجودة، مش عايز أقول كلام متكرر، تلاقي اللي بيعترض صحفيين مصريين وبيعترض إعلام مصري. إذا كان الناس ما اعترضتش، إحنا اللي بنعترض، وأنا قلت من شوية بنعترض ليه، وهي دي الحقيقة اللي ما أقدرش أكذب على الجماهير فيها، لكن الأهلي إن شاء الله هياخد البطولة، وإن شاء الله إن شاء الله يكسب. أحترم فرقة الترجي جدا جدا جدا، ولينا علاقات محترمة معاهم، وأحترم فريق الفيصلي جدا جدا جدا، لكن تمني شخصي عشان اللي نواياهم سيئة الأهلي يقابل الترجي ويكسب البطولة، لأن النادي الأهلي في النهائيات مش زي أي نادي، النادي الأهلي في النهائيات مش زي أي نادي، ولا قدر الله حصل حاجة هنشجع الأهلي وهنحبه وهنسنده وهنقول أخطائنا إيه وإيجابياتنا إيه، عادي جدا، لأن عندنا ثقة في نفسنا. فانا النصايح بقى اللي نقدمها بقى لبعض الصفحات المنافسه اللي بتتكلم كتير وعايشه طول الوقت، ما تركزش مع الاهلي لان هتتعب، كل ما هتركز هتلاقي الهدف بيجي في الدقيقه 90، كل لما هتركز هتلاقيه بيجي لو الحكم الدقيقه 90 خلصت وفي خمس دقائق هتلاقي الاهلي في 95 و93 و94، هتلاقي الاهلي بيجيب اهدافه كده، عارف ليه؟ عشان انت ما بترتبش بيتك، عشان الامور مفككه، فبتبص على المنافس، المنافس اللي هو مين الكبير، نادي القرن النادي الاهلي، فطول الوقت عايش بقى في النظريه دي، الحكام نخلص من الحكام، لا ده ظبطوا القرعه يا راجل، ده انا جالي تمني اللي انا قابلك، والله انا بتكلم كلام كوره بعيد عن التعصب، واحترم الجميع لان الاهلي علمني كده، لما تحترم الجميع تكسب وتحقق بطولات وتحقق انجازات. لكن انا مش مطالب طول الوقت احترم الجميع والجميع يتطاول عليا. البعض بقى اللي ليه اغراض مع المجلس، والبعض اللي ليه اغراض مش عارف مع مين، والبعض اللي عايز البدر يقع، والبعض اللي عايز لعيبه تعتزل، والبعض اللي يدخل لعيبه في مشاكل، وكل دول خلاص تعبنا من كتر ما بنكلمهم ثلاث اربع سنين. الدنيا عندهم ضيقه. احنا هدفنا وعينينا طول الوقت على لوجو الاهلي الكيان، لكن انت بتتعامل مع افراد واشخاص، ولا ده مبدانا ولا هنعمل كده في يوم من الايام. مصلحتك هنا مع فرد، ومصلحتك هنا مع فرد تاني، ومصلحتك هنا مع رئيس حالي، ومصلحتك هنا مع رئيس سابق، وهكذا وهكذا، والله دي الامور اللي بتمشي. فتلاقي بقى كل شويه الاقاويل، يا راجل ده الاهلي بيتعادل ماتش واخد بطوله الدوري، بيحاولوا يخلوا جمهور الاهلي متضايق بالعافيه. الاهلي ختم الدوري، خليني بقى نتكلم بصراحه، الاهلي ختم الدوري قبلها باربع اسابيع، واحلى نهايه في الدنيا، المنافس بتاعي نادي الزمالك المحترم وجماهيره المحترمه، كسبت 2-0 والناس كانت بتطمع لفوز اكبر من كده، بشهاده رئيس نادي الزمالك قال لك الفوز كان ممكن يبقى 2 و3 و4 و6، مش احنا اللي بنقول كده، جماهيرنا بتقول كده، احنا كبرنامج ما قلناش، انا بستشهد برئيس الزمالك قال كده. اما خدت البطوله بدون منافس، لو احنا لو حتى المنافس بتاعك كسبته رايح جاي بنفس النتيجه، وفي الاخر يجي ايه المداخلات المضروبه ويضحكوا على الناس بعد الهزيمه من الفيصلي في اول مباراه، والله شفنا الكلام ده، ده الاهلي اخد البطوله، ده البطوله كانت سهله وضعيفه ومش عارف. هو الاهلي لما ياخد البطوله كانت ضعيفه؟ ما كفايه ابتزاز وكفايه كذب وكفايه انفاق يا اخي. انا بشوف اللي بينجح اروح اتعلم هو بينجح ازاي، واما اشوف حد بيفشل
قول له انت فاشل ليه؟ لكن بيحصل اللي انت بتغمض عينك عند فشل وعند امور صعبه جدا جدا جدا، الناس بتخاف تتكلم ومركز مع الاهلي. الاهلي هيعمل انجازات في العاب جماعيه، الناس كلها كانها واخده منوم، وعند الغلط اصوات قد ما بتسكتش يوم واثنين وثلاثه واربعه. الاهلي هيتظبط له قرعه ان شاء الله، اي حد يقابله هيكسب عشان يبقى درس. تقعد تقول هقابل فرقه قويه هقابل فرقه ضعيفه، ان شاء الله هكسب عشان احنا بنرتب بيتنا بسرعه وبنخطط وبنشتغل وبنمشي بالتوازي، سواء جوه النادي او الالعاب الجماعيه او فريق كره القدم الاهم زي ما انتوا بتقولوا. معانا فرقتين بيلعب مجموعه محترمه وفي صفقات هتيجي كويسه، واحمد الشيخ اللاعب المتميز احسن لاعب في الدوري ولا هداف الدوري موجود، ومجموعه صفقات اسلام محارب، وليد ازارو، هشام محمد اللاعب ابن النادي الاهلي. سيبنا كل ده وضلته بطريق ده ب 5 مليون و6 مليون و7 مليون و10 مليون. انا مش هقول، ما اقدرش اهاجم جماهير ناديه واقول اللي بيقولوا كده عيب، لان دول يا سندكم. لكن الارقام دي اتدفعت من 15 سنه، من 15 سنة. احنا ناس الحدث نفسه اللي بيكلم حضراتكم ده، الحدث نفسه بقى، مش باجي اروي لك حد حكاله. الارقام دي موجودة من 15 سنة. يعني ما اجي اجيب هشام محمد ده الطبيعي اقول النهاردة لما انا كرئيس نادي عندي زي المصري المقصة انتوا زعلانين، اه ده بيضحكوا على النادي الاهلي ويخلوه يدفع فلوس ومش عارف ايه. يا ما حدش يقدر يضحك على النادي الاهلي. مش النادي الاهلي اللي بيجيب شيك ويحطه على الفيسبوك والناس انتوا عايزين الاهلي يعمل كده؟ والله العظيم بستغرب من بعض الامور الحقيقيه اللي موجوده. طموحي غير طموحك اللي بيعمل كده مع النادي الاهلي، وتفكيري غير تفكيرك، وسياستي في الاداره غير سياستك، اهدافي مختلفه عنك. انت اعمل كده ابقى فرحان وانت تتعامل مع النادي الاهلي. انا باخد التارجت بتاعي اللعيب اللي هو عايز النادي الاهلي، ما دام شاري النادي الاهلي لو هدفع فيه ملايين الدنيا، لان اللاعب راجل شاري الاهلي، مش احنا اتعلمنا كده ولا ايه؟ ويطلع اللاعب يقول انا شاري الاهلي مش عايز حد تاني. ده اول سؤال بيتسال للاعب مش من النهارده، من اول ما اخترعوا النادي الاهلي. هي دي الحقيقه، اسمعونا، اسمعونا احنا اللي بجد، مش هنكذب عليكم. لان احنا بنمثلكم من اصغر واحد اهلاوي لاكبر واحد مش بيمثل حد تاني. فبنشوف الكلام ده. وبهدوء اهو بنناقش النهارده كل اللي اتقال الاسابيع اللي فاتت. واديتكم امثله في الحلقه الاخيره الارقام اللي جت، ده طبيعي جدا. لكن اصحاب التفكير الضيق اللي مش حاطين الاهلي قدام عينيهم بيقعد في شباب صغير بيمشي ورا الكلام ده. انا بوعيه والله، لو 10 النهارده يبقى نجحت، لو بكره بقوا 100 برضه نجحت، المية هيزيدوا وكذا، دي سياستنا. لكن مش اسلوبنا للشتيمة والهجوم، لان كنا بنكره ده من واحنا بنلعب. وفي البعض بيحاول يجرنا للطريق ده وبيحاول يبقى ذكي، لكن دايما اللي بيتعامل ويفكر نفسه ذكي في اذكى منه بكتير. لان الطبيعي الانسان لما يغلط لازم يتعلم عشان ما يكررش الخطأ. لكن لازم نقول الحقائق للناس. فمن هنا عشان اقفل الموضوع ده، رتب اوراقك لما تخسر بطولة، ولما تبقى فاشل ومش قادر تنجح اتعلم من اللي بينجح اللي هو الاهلي، مش تحاول توقع الكبير العظيم اللي هو بيلعب، مش هقول الصف التاني لان عيب كلمه زي دي تتقال، هقول بيلعب اللعيبه اللي لعبت اقل، مدير فني ما كانش موجود، جماهيرك اللي بتقوم الصخره ما كانتش موجوده. فرساله من البدايه للجميع وكده، وباللي انا بقوله الاهلي نجح ووصل قبل النهائي. دلوقتي ابتدينا نتكلم على نظريه المؤامره والمؤامره الكونيه، ويطلع بعض الصحفيين على الفيسبوك عندهم ويعملوا بلبله للناس ويعملوا كلام كتير للناس، ويبتدي بقى الشباب الصغير مؤامره ايه ومش عارف ايه، ويبتدي ناس منافسه تبتدي تتكلم، وعملنا موضوع من لا موضوع. باختصار عندنا روح رياضيه، هنعمل نفسنا مش شايفين، ان شاء الله هناخد البطوله وهنهديها لمصر كلها عشان احنا بنلعب باسم مصر. موضوع سهل، موضوع بسيط. ادي الموضوع الاولاني، لان مهم جدا فكره السكوت
لبعض الامور اللي بتحاول تصدر للناس طول الوقت اللي النادي الاهلي بيساعده حكام، اللي النادي الاهلي مش عارف بيعمل ايه، والاهلي مش عارف بيعمل ايه. الكلام ده غير موجود بالمره، ونصيحتنا روح اتعلم من النجاح بدل ما تتكلم كتير. وهقول جمله افهموها، بس دي مش على اللعيبه، دي بقى على المنظومه كلها. افهموها زي ما تفهموها، ومحدش هيقولها غيرنا. ورسالتي للي قالوا كده بصراحه، تلعبني احبك، تقعدني دكه اكرهك. افهموها زي ما تفهموها، بس هقولها تاني عشان دي رساله للجميع. بتلعبني احبك وتقعدني اكرهك. افهموها زي ما تفهموها.